واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. بتغنى املو ان شاء الله يا رب. الله يعطيك الصحة. العسل ما جي من عند النحلة. شتي العسل هذه مزبورة في شهر 7 ساعة وما جدت شاي، عارفة بلدية، وإذا رجعت حاجرة عارفة فيها شي بركة السكر. الكوب الطاح حقك ما تبقاش يدور به الأثر في الحياة. في هذا هو املو دنباق. هذا املو فيه فوائد كبيرة وكبيرة بزاف. السلام عليكم الإخوة الأخوات المتتبعين ديالنا في الوطن خارج الوطن، تبارك الله عليكم. شخباركم؟ لاباس عليكم؟ ونطلب الله ديما يكونوا بصحة جيدة. الفيديو ديالنا لهذا النهار المرة هذه ما نخليو حنان تكلم به، هي اللي بنقولوا. إن شاء الله يا ربي. السلام عليكم الحبايب ديالنا، كيف أنتم؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ نتمنوا من الله دائما تكونوا على خير وبخير وأحوال ديالكم كلها مزيانة. الفيديو ديالنا هذا النهار هو بنسقوا أملو بالنبق إن شاء الله يا ربي. أملو بالنبق؟ آه. حنايا سبقنا سغبناه وكنا انفطروا به وعجبنا بزاف الصراحه، كنا نتوه من المشاهدين واعر صراحه وبغينا نشاركوه معكم ان شاء الله يا المشاهدين ديالنا، لانه كله صحي. اذا طبسد النبق هو هذا اللي في دانا. النبق يبان لي مقرب بالمعقول لانه حامي، ما نقولوا هذيك يعني يابس مزيان. يابس. انا لقيته في الشمس وقيته في الطاسه وغلقت عليه، يعني مقرمل. دابا المتتبعين ديالنا الى جاو يطحنوه بحالي خصهم يكون عندهم مقرمل ما يكونش ما مقرملش، يسخنوا الفران ويطفيوه ويحطوه في الفران يسخن ويخرجه ويطحن سهول. نيشان. اذا القضيه انه يكون مقرمل باش يطحن بسهوله، هادشي اللي كاين. اذا حنان بتوكل على الله بطحن النبقول الاول بتغنى املو ان شاء الله يا رب. الله يعطيك الصحه لله ولنا وللمشاهدين عامه. دابا الكميه اللي طحنتها من غربله بالغربال ديالو صح خطر من عظم الزيتون نغربلو، يبقى العظم بحدو دابا نغربلو ونعاودوه باش يبقى هو رقيق. انا طحنتو سليد وغربلتو، هذه هي الكميه اللي خرج لي تبارك الله الخير والبركه خرج. وهذا العظم ديالو خلاص، العظم ما يتطحنش قاصح صافي. دابا بنجوز نخلط املو. حنان سيدي عندها هنايا الطحين دنبق، عندها سيدي هنايا الزيت البلديه، وعندها هنايا العسل الحره، العسل الدوريجين الحره دنحل. هادشي اللي نشوف عندك انا هنا حنان صافي. هادشي اللي كاين هذا مكان. اذا هادشي هذا بخلط فشي هذا فقط صافي. اذا هنايا كلشي طبيعي 100%. العسل فهي النحل طبيعيه 100%، الزيت طبيعي 100%، الزيت البلديه، النباق من طبيعه الحال طبيعي 100%. اذا توكل على الله باش بغينا نوريو المشاهدين داك الشيء اللي عندنا. اذا عندك ثلاثه الحوايج هادشي اللي كاين صافي. النباق ما يجي من السدره، الزيت ما يجي من الزيتون، العسل ما يجي من عند النحله. شتي العسل هذه مزبوره في شهر 7، هذا العسل هذه مزبوره يعني محيده من الجبحه في شهر 7. يعني شهر 7 يكون ترعى اي نوع ديال هذيك الاوراق ديال الهند، النوار الهنديه، النوار السدره، جامع انواع الخضروات اللي هذوك طبيعي. فهمت ولا؟ يعني في شهر 7 المهم العسل بلديه كل الفوائد. العسل ده شهر 7 يكون فيها كل شيء، هذيك الكاريتوس النوار اي نوار يكون هنايا شهر 7. كاينه من الرونه اللي تزبر في شهر 12 واحد، هذيك تسمى بحال خاصه بديك هذيك اللي يكون في الغابه نقولوا احنا اسنو، وتا هي فعلا ديك المرونه يسمع لها مسمى، تا هي مره. والعسل البلديه بغيت نقول للمشاهدين انايا، العسل البلديه باش كاين بنادم يقول لك جبنا العسل وسيبناها مزوره مثلا، ماشي صحيحه. الى لقيت العسل البلديه في الثلاجه في الفريكو، الى لقيت العسل البلديه في الفريكو 12 ساعه وما جبدت شاي، عارفه بلديه. واذا رجعت حجره عارفه فيها شي بركه السكر. هادشي اللي كاين. بسم الله بنقي جوج معالق ديال العسل البلديه
تبارك الله غزالة هاد العسل. ونزيد الزيت البلدية طبيعة الحال، بنبقى نضيف الزيت هي حتى يتخلط هادشي كله. بسم الله على بركة الله. صافي هذا املو واجد، صافي هذا هو املو دنبق. اذا حنان هذا هو املو، راك وجدته واجد. يلا يا سلام. واي بلي هذا املو ما فيه حتى مره في التوجيه ديالو. ساهل ماهي، ساهل ماهي. خاصك يكون عندك عنبق، خاصك يكون عندك عنبق. جيبنا شويه ديال الخبز حنان وجيبنا الطريشه ديالنا. اوكي جينا شويه د املو. بسم الله بسم الله بسم الله على بركه الله. قضي بسم الله. الله يلا الروح. دابا هذا ما الفطور، لو الفطور صالح في الفطور هذا. اه في الفطور وكاسكروت الا بغيت. املو يتم صالح في الفطور وصالح في كاسكروت. اه يعني ديما صالح، دائما صالح. هاي تما هذا املو راه سوبر. خاص بنادم، انا يبان لي بنادم خاصو ما يخطاش يمطى. هذا ما يخطاش. القضية ديالو زعما سهلة في التحضير بان لي وتافه. اه القضية ديالو سهلة الصراحة، ماشي ما يطلبش زعما شي حاجة كثيرة. ما معقداش. اه فعلا. وصحي. صحي 100%. صحي 100%، ما فيه شي حاجه اللي بتضر الانسان. لا والو، في الامور الطبيعيه. الله القريعات ديالنا معمرين وما هذوك. دابا فوقاش ما تحتاج املو، نجيب القريعه ويكب منها في الطبيصل ودفطار. هذا املو فيه فوائد كبيره وكبيره بزاف لجسم الانسان، اي حاجه بنادم كيقول الحرق والمعده ما بقاش الحرق، والمهم اي حاجه راه المهم هو صحي 100%، بالخصوص دفطار به على الصباح. يعني على الصباح انا باش شحال مره نقبل المعالق، ما نخدموش بالخبز شحال مره، جوج معالق ثلاثة معالق أربعة معالق، يعني راه صالح 100% سوبر. شجرة السدرة مذكورة في القرآن، العسل النحل كذلك، شجرة الزيتون كذلك، يعني الأمور هذه اللهم لك الحمد تبارك الله كلها مذكورة في القرآن. شجرة السدرة يعني كاينة في سورة الواقعة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، صدق الله العظيم. يعني هذا المواد هذه اللي بينا هذا بصح بثلاثة بهم، بثلاثة بهم مذكورين في القرآن. إذا راها مصحيين 100%، تكون بطنها حقك ما تبقاش يدور بك الأثر ديال الحرق. عاقي النية، هادشي راه كله مزيان، وهادشي اللي بغينا نقولهم ديال المشاهدين ديالنا. إخوة الأخوات المتتبعين ديالنا في الوطن خارج الوطن، املو هو هذا. راه حنا وجدنا املو، جوج قراعي د املو، يمكننا نقوه بزاف، ولكن بحال بغيو نخليو النبق يابس يعني على شويه مورا شويه، نيتلاو هذا او نصوب واحدين اخرين. ايوا وحنا والمشاهدين اللي بغاو املو مرحبا به. مرحبا به. شتي اللي كاين؟ بقى لنا الى نودعوا المشاهدين ديالنا. املو الله يعطيك الصحه حنان، املو ذقتو عاد دابا انا داكشي رائع رائع رائع. صحه وراحه. وحنا دابا هي شي 3 ايام ولا 4 ايام حنا نفطروا به. وايه واخا نفطروا به هي. حنا دابا هذا اللي بغينا نصاغوها تما مع المشاهدين كما قلتينا في الاول، هادشي اللي كاين. اذا ما بقالنا الا ندعو المشاهدين ديالنا حنان. هذا اللي كاين. اخوان اخوات المتتبعين ديالنا في الوطن خارج الوطن، نشكركم بزاف، شكرا على الاشتراكات ديالكم وعلى الدعم ديالكم للقناه. النصائح ديالكم. الله يودي لا في التعليقات ديالكم ولا في اي حاجه. وحنا عاوتاني ما نخليوش جهدنا، الحقيقه هي هذه، غنحاولوا نلقاو جهدنا كامل مع المتتبعين ديالنا. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. نحاولوا نقدموا للمشاهدين ديالنا المحتوى ديالنا اللي عايشينه في الجبل 100%. هادشي اللي كاين، نلقاوه نبارطاجيوه مع المشاهدين ديالنا. هادشي اللي كاين. اخوان الاخوات المتتبعين في الوطن خارج الوطن، شكرا جزيلا لكم، تبارك الله عليكم، والسلام عليكم، ونشوفوا فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. يلا الحبايب ديالنا بسلامة عليكم، ونتلقاو فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. اللي بغى ملو مرحبا به. مرحبا والف مرحبا.